السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرح جديد لبرنامج فيديو 2 mp3. هذا البرنامج يعطيك إمكانية كيف تحول الفيديو من أي صيغة mp4 أو ما شابه إلى mp3 أو ملف صوتي. هذا هو البرنامج، ستجدون الرابط في الديسكريبشن. ندخل على هذا البرنامج، نقرأ تصفح، تختار الملف أو الفيديو. مثلا نختار تحويل، سننتظر يعني سريع برنامج يقوم بتحويل الفيديو الى mp3. تم التحويل بنجاح. تدخل على الملفات، تخزين، تجد مجلد اسمه ميوزيك. هذا هو المجلد، هذا هو الفيديو. يؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.